صار وقت نستقبل الديليجي محمد علي من مصر. مساء الخير محمد، كيفك؟ الحمد لله. تعتبر حالك نجحت هالاسبوع بالمهمه اللي كان عندك اياها؟ والله الحمد لله، يعني الاسبوع ده انا فرحان ان احنا اشتغلنا في عمل جماعي، ويا رب يكون عند حسن ظن مدام رولا والاساتذه. ما واجهت مشاكل كثير يعني؟ لا بصراحه لا. رولا مساء الخير. شو رح يتمدد لمحمد علي او في انتخابات قريبه؟ انا بدي اقول له لمحمد علي انه بعرف انه اشتغل كثير، بس كمان هو بيعرف انه صار ثوره بعهده، يعني نزلوا على الانتخابات قبل الوقت محمود شكري ونصيف، وانسحب نصيف وترشحت زينه ورحمه، يعني اي سمعت انه والعالي قصه طويله عريضه بالاكاديميه، والاكاديميه ديمقراطيه، ليش رح نعمل؟ من ثلاث مرشحين انت مين بتنقي لازم يكون ديليجي؟ لحظه شوي لحظه شوي. من ثلاث مرشحين الذين يعني في عندك رحمة، وفي مين كمان؟ محمود شكري وزينة، مين بتنقي منهم؟ لكل واحد منهم بيطلع له صوتين منك انت، بس الانتخابات بعدها مكفاية، بس انت مش مكفى معنا، قرر مين؟ هدي صوتي لشكري. محمود شكري. اوكي لكن بشكرك بعد مرة محمد. شكرا لك محمد علي، تفضل.